أهلا بكم، هذه بانوراما عبر العربية، إليكم العناوين. لبنان يختتم مئويته بدعم فرنسي مشروط وتعاون وثيق مع إيران عبر حزب الله وسط انهيار شامل، فهل سيكون ماكرون منقذا أم شريك تدخلات؟ هل نجح باشاغا في فرض كلمته ليعود إلى عمله دون تحقيق رغم التجاوزات في حق المتظاهرين؟ وهل غير تدخل إردوغان معادلة موازين القوى في طرابلس؟ من الجنرال جورو إلى الشاب ماكرون، 100 عام من إعلان لبنان الكبير إلى انهيار لبنان الصغير، من العام 1920 إلى العام 2020، قرن لبناني بدأ بفرنسا وانتهى بها، 100 عام من الانتدابات والاحتلالات والوصايات والتبعيات وما بينها من حروب الأشقاء والأقرباء والغرباء. في مئويته يبدو لبنان مترهلا، مرتهنا للسلاح والميليشيات والفساد، مقسما بالمحاصصة ومنقسما على ذاته كما كان دوما. فماذا يحمل الفرنسي الزائر الذي يحتفى به وكأنه لبناني من خارج سرب الحكم؟ تسوية جديدة أم نظام جديد أم ربما عملية إصلاح اقتصادية أم أمل زائف واستعراض عابر؟ والسؤال الأهم، هل يستطيع الرئيس الفرنسي دفع عجلة إصلاح يستطيع حزب الله والراعي الإيراني فرملتها أو وقفها بانقلاب شبيه بسبعة أيار أو بحرب مثل حرب تموز؟ لبنان يواجه أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية عام 1975. اقتصاده يتدهور والتوترات الطائفية تتصاعد، وانفجار مرفأ بيروت كان أحدث ضربة للدولة المتزعزعة. أمور عبر عنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ودفعته للدعوة لمحاولة رسم خطة إنقاذ لبنان. ففي أقل من 48 ساعة توسط ماكرون للتوصل إلى اتفاق لتأمين وتعيين رئيس وزراء جديد، وفي حين يضغط الرئيس الفرنسي لإبعاد لبنان عن هاوية أزمة اقتصادية، فإن لديه أيضا مخاوف وتحديات. زيارة الرئيس الفرنسي إلى لبنان تتزامن مع مرور 100 عام على ذكرى تأسيس البلاد، في وقت تحوم فيه شكوك عميقة بين اللبنانيين بأنه سيكون له مستقبل خال من عنف الأحزاب والنفوذ الإيراني. وبعد عقود من الفساد السياسي يجد لبنان نفسه في مواجهة أزمة اقتصادية، بعد أن امتنع المانحون الماليون عن الدعم لتأتي أزمة فيروس كورونا وتضيف إلى لبنان أزمة صحية علاوة على أزماته الطاحنة. ينضم إلينا من أدمى في محافظة جبل لبنان هادي حبيشة، نائب في البرلمان اللبناني عن كتلة المستقبل. أهلا بكم معنا في بانوراما. من باريس ينضم إلينا دكتور خطار أبو دياب، الأستاذ في العلاقات الدولية. أهلا بكم معنا دكتور كذلك. اسمح لي أبدأ مع سعادة النائب، أريد أن أسألك أولا، إلى أي مدى باعتقادك يمكن لفرنسا أن تحقق ما عجزت عنه الطبقة السياسية اللبنانية؟ وهل الغطاء الدولي لفرنسا كامل وكاف؟ مساء الخير بداية لك سيد طاهر وللدكتور اللي معنا بالحلقة وكل المشاهدين. أكيد اليوم يعني لبنان بعد ما عجزت الطبقة السياسية من حل عدد كبير من مشاكله، اليوم الضغط اللي عم بيمارسه الرئيس الفرنسي على الطبقة السياسية، أو على نحن بالنسبة لنا بنعتبر انه هيدا الضغط ما بيعنينا بالمباشرة، لانه نحن ولا بحياتنا كفريق سياسي عطلنا الحياة السياسية بالبلد، ولا مرة عطلنا انتخاب. قطعت رسالتك واستبقت علي اي سؤال بهذا المجال، عارف لوين واصلين. نعم
نعم، لا أنا بصراحة لأنه اليوم تابعت مسار زيارة الرئيس الفرنسي بشكل دقيق وسمعت هذا الكلام اللي بصراحة نحن ما بنعتبره بيعنينا بالمباشر. نحن ولا مرة كنا معطلين ولا بأي محل من المحلات، الفريق المعطل كان دائما فريق حزب الله والتيار الوطني الحر. طيب يعني حضرتك عم تنفي، خلينا نمرقها إذن من البداية، حضرتك عم تنفي نهائيا أنه يكون نفس الضغط اللي مورس على بعض يعني رموز الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان نفس الضغط مورس أيضا على الرئيس الحريري؟ ابدا لم يمارس ضغط على الرئيس الحريري. الرئيس الحريري من وقت ما اجى باول زياره الرئيس ماكرون بعد ما استقالت حكومه الرئيس دياب انحكى بمساله الحكومه. بعد كم يوم الرئيس الحريري طلع قال انا شخصيا ما بدي، بعد ما استكشف كمان الخريطه السياسيه الداخليه للقوى السياسيه في البلد طلع قال انا ما بدي وبفتح مجال للنقاش على الرئيس، وتم تسميه الرئيس مصطفى أديب برئاسة الحكومة. بس المعلومات لا تقول أن التهديد بالعقوبات شمل فقط تيار الرئيس عون. هذا بصراحة معلومات ما أكدها الرئيس الفرنسي، بس على كل حال لو يعني بغض النظر أنا قلت لك من البداية هذا الموضوع ما حسيناه أبدا بيعنينا، لأنه نحن ولا مرة كنا من 2005 لليوم من وقت ما بدأنا كلبنانيين نطبق الدستور تبعنا الجديد دستور الطائف بعد خروج السوري من لبنان، ولا مرة فريقنا السياسي وفريق 14 أدار بشكل أساسي ولا مرة كان وراء تعطيل تشكيل حكومة، ولا مرة كان وراء تعطيل انتخاب رئيس جمهورية، ولا مرة كان عم بيسكر مجلس نواب، ولا مرة كان عم يعمل حروب داخلية. عظيم، بس هذه الوساطة عم تشمل خصومكم السياسيين، عم تشمل خصومكم السياسيين ولا عم يعني يضطروا لمباركتها لكي تمضي قدما أو لا تمضي. إذن ماذا سيكون انعكاس يعني ذلك على الداخل السياسي؟ أستاذ طاهر خليني نكون واقعيين، نحن كلبنانيين الطبقة السياسية أو جزء من هذه الطبقة السياسية وصلت البلد بعد 15 سنة إلى 7 سنوات ونصف بدون مؤسسات. يعني بهالسبع سنين ونصف اللي عم بعدل لك إياهن يا ما كان عندنا رئيس جمهورية من وراء الخلافات السياسية وبشكل أساسي من وراء أداء فريق 8 أدار، يا بدون حكومات من وراء فريق 8 أدار، يا إقفال مجلس نواب من وراء فريق 8 أدار. اليوم إجا الرئيس ماكرون يقول لهم بدي ألف حكومة ب 15 يوم أو بدي ألف حكومة ب 20 يوم، هذه ولا مرة كانت تصير، لأنه أنت إذا بدنا ننطر الفريق الثاني بتأليف الحكومة بكرة بيطلع فلان بيقول لك بدي وزارة الطاقة وفلان بيقول لك بدي وزارة ما بعرف شو وفلان وفلان وفلان. ولا مرة بكل هذا المسار نحن كنا عم نحط شروط لحتى نروح نألف حكومة، بالعكس كنا عم نجرب نهرب من الشروط المضادة اللي كانت عم تنحط لحتى نقدر نسرع بتشكيل الحكومة. تمام، هذا بالموقف السياسي ونفس الشيء بيساير كل المؤسسات. هذا بالموقف السياسي من قبلكم وهو ما ننقله للقراءة السياسية والتحليل السياسي مع الدكتور خطار أبو دياب من باريس. تبقى معنا سعادة النائب، شكرا لوجودك معنا مجددا دكتور خطار. في القراءة السياسية ماكرون بالتصريح وليس بالتلميح يقول أنا أضع رأس مالي السياسي على المحك، أضع كل ما أملك في موضوع لبنان لكي أحاول أن أنقذه. البعض يعني يقول أنه يستعرض، البعض يقول أنه يريد أن يسترجع أمجاد فرنسا لأنه هو يرغب بذلك، والبعض طبعا يقول أنه هذا أمر واقع ولديه غطاء دولي. إلى أي مدى باعتقادك لديه غطاء دولي كامل شامل باستطاعته أن ينقذ لبنان؟ ثم ماذا لو كان هذا الإنقاذ يعني عودة إعادة تعويم الطبقة السياسية الحاكمة بالنسبة إلى الشارع أو حزب الله بالنسبة إلى الإقليم؟ أحييك الأستاذ طاهر وفريق العمل في العربية، وأحيي الأستاذ هادي وكل من يتابعنا ويشاهدنا. أهلا وسهلا. الرئيس إيمانويل ماكرون استنتج، هو ينتظر مع فرنسا منذ مؤتمر صدر في نيسان إبريل من العام 2018، ينتظر هذه الطبقة السياسية اللبنانية، هذه المنظومة أن تفعل شيئا ما، هو والمنظومة الدولية إذا شئنا ومجموعة دولية، يعني من شارك في مؤتمر صدر، جرت انتخابات، جرت أيضا تعطيل تشكيل حكومة، أتت تحركات أكتوبر 2019 وأتت حكومة دياب ولم يحصل شيء. بعد كارثة المرفأ أخذت فرنسا تستنتج أن السيل بلغ الزبا ولا بد من التدخل. يعني المسألة
عند فرنسا بالطبع مع مسائل الكورونا وفي إفريقيا وأماكن أخرى وليبيا عندها هموم كثيرة، لكن لبنان يمثل حالة عاطفية بالنسبة للفرنسيين ولكن أيضا مصالح تاريخية. يعني لبنان بوابة في على شرق المتوسط، بوابة للعالم العربي، كان دائما وسيط بين فرنسا والعالم العربي، لذلك هناك صراع على لبنان، وعلينا أن نرى الدور الفرنسي ليس فقط من زاويته اللبنانية. هل هناك غطاء دولي؟ ليس هناك من غطاء دولي. يعني أذكر بأن روسيا، وروسيا ليست الآن من الحجم البسيط في المنطقة، لم تأتي إلى مؤتمر باريس في 9 من شهر أغسطس، ولفت نظري أن بوغدانوف المكلف بشؤون المنطقة استقبل مستشار عون قبل زيارة ماكرون، وتكلم عن نية للمشاركة في إعمار المرفأ وفي مسائل أخرى، ودعا لحوار ببعبدة. الآن ماكرون لاحظت اليوم أيضا أن عون لا يستمع إلى ماكرون، هو يدعو لحوار في ببعبدة، بينما يريد كان ماكرون يخطط إذا نجحت الأمور أن يكون هناك حوار في فرنسا آخر هذا العام. أما من ناحية الولايات المتحدة فهي في مرحلة البط العرجاء، سنرى ماذا ستفعل. هي تترك ماكرون يتحرك ولكن من دون أن تزكي ماكرون. والأخطر بالنسبة لماكرون غياب الغطاء العربي. تاريخيا فرنسا في أيام شراك وفي مراحل أخرى كانت تنجح في لبنان إذا كان عندها هذا الغطاء الأمريكي وهذا الغطاء العربي. الآن فرنسا تبذل الجهد بكل صراحة، فرنسا تحاول فقط إعطاء بالون أكسجين لأنها غير قادرة على متابعة لعبة أكبر في الصراع الإقليمي، بمعنى أن هناك من يمكن له أن يحبط كل هذه التحركات، كل هذه الجهود. تتوقع بأن هناك من سيكون من صالحه أن يحبط كل هذه الجهود إذا ما اتضح أن النتائج غير مرغوب بها على صعيد التوازنات أو موازين القوى الإقليمية والدولية المخطط لها في هذه الفترة التي يعمل عليها. بما أن سقف ما هو مطروح فرنسي سقف داخلي من أجل إنقاذ أو إذا أردنا نوع من علاج مؤقت لأزمة حادة، لا أظن، يعني هي لنسميها نوع محاولة لتسوية مرحلية. فرنسا أكلت الضرب إذا شئنا، لأنها بشكل أو بآخر كانت معنية بالتسوية الرئاسية السلطوية بين الأشاوس جبران باسيل ونادر الحريري مع احترام الألقاب، وبين والتي انضم إليها الدكتور جعجع وآخرين. هذه التسوية السلطوية دفع لبنان ثمنها غاليا، وفرنسا كان لها صلة فيها. الآن فرنسا لها صلة بتسوية مؤقتة مرحلية مع الرئيس مصطفى دياب والآخرين، ولكن هذا صنع اللبنانيين. يعني فرنسا لا يمكنها لوحدها وأي طرف آخر، ما دام ليس هناك من إرادة لبنانية، وما دامت هكذا منظومة متحكمة برقاب اللبنانيين، وما دام الشعب اللبناني يقبل أن لا يحقق في مرفأ بيروت، ما دام الشعب اللبناني يقبل نتائج المحكمة الدولية الهزيلة في لاهاي، هذا الشعب إذن كما تكونون يولى عليكم. لا أقول أكثر من ذلك. طيب. أقول في السياسة هناك موازين قوى إن كان داخليا أو إقليميا، والشعب اللبناني يدفع ثمن هذه الموازين. سأعود إليكما، أرجو أن تتفضلا بالبقاء معنا. بعد الزيارة أو بين الزيارة الأولى والثانية للرئيس الفرنسي، جدد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله استعداد حزبه لمناقشة عقد سياسي جديد. موقف حزب الله جاء أيضا بعد الدعوة التي وجهها ماكرون في زيارته الأولى قبل أسابيع للاتفاق على عقد سياسي جديد. أود أن أقول اليوم نحن منفتحون على أي نقاش هادئ في هذا المجال، يعني في مجال الوصول إلى عقد سياسي جديد، لكن لدينا شرط أن يكون هذا النقاش وهذا الحوار الوطني بإرادة ورضا مختلف الفئات اللبنانية. إذا في ناس بخافوا من أن يحصل نقاش أو الذهاب إلى عقد سياسي جديد، يجب أن نحترم هذه المخاوف. ونتابع مع ضيفينا الكريمين. سعادة النائب هادي حبيش، هل فعلا موضوع العقد السياسي الجديد يمكن أن يكون مطروحا بقوة في الفترة المقبلة؟ يمكن أن يغير أيضا وجه لبنان السياسي الحديث ما بعد الطائف وما بعد الدوحة
ثم ما هو موقفكم مما تقدم للتو على لسان الأمين العام لحزب الله بخصوص القبول ولكن بشرط إرادة ورضا مختلف فئة اللبنانية؟ هل هو يحاول طمأنة المكونات المسيحية الحليفة بذلك؟ شوف أستاذ طاهر، مسألة لبنان يمر بأزمتين أساسيتين. الأزمة الأولى لحتى نكون فعلا عم نفتش على حل لمستقبل أولادنا ومستقبل الأجيال بهذا البلد، المسألة الأولى الذي يمر فيها لبنان بمشكلة هي مشكلة وجود سلاح لحزب الله يسيطر عندما يشاء على الحياة السياسية في لبنان وعلى القرارات الاستراتيجية اللي بتخص البلد. هذا رقم واحد، وهذا موضوع مفروض ننتهي فيه بتسوية داخلية أقليمية أمريكية مع إيران مع بغض النظر عن شكل هذه التسوية، ولكن لازم ننتهي من مسألة وجود سلاح خارج إطار الدولة. اثنين، مسألة النظام، في عدة كلام بمسألة النظام. في ناس بتحكي بعقد جديد والذهاب إلى يمكن طائف جديد، في ناس بتحكي بتطوير هذا النظام الحالي، في ناس بتحكي بسد الثغرات الموجودة بهذا النظام الحالي. أنا شخصيا إذا بتسألني أنا كهادي حبيش بغض النظر عن رأي كتلتي طبعا بتصور بتروح باتجاه سد الثغرات اللي موجودة بهذا النظام. أنا ما بتخوف شخصيا أنه نروح إلى التفكير بنظام جديد بدستور يرجع يطلعنا من كل هذه الأزمات الدستورية. طبعا اللبنانيين وجزء كبير منهم اليوم بخافوا يروحوا إلى هذا الكلام لأنه بيعتبروا أنه بوجود سلاح ممكن هذا السلاح آخر شيء ينصرف بالدستور وينصرف بفرض دستور لصالح جهة على حساب جهة أخرى. أنا شخصيا بقول لابد من الذهاب إلى نقاش حول كل هذه الثغرات اللي موجودة بدستورنا الحالي، إن كان بنبقى بهذا الدستور مع ست ثغرات أو منروح إلى تعديلات جوهرية بهذا الدستور. بس الكتلة تقول ست ثغرات إلى نقاش بهذا الموضوع وليس عقد سياسي جديد، بمعنى أن الكتلة عندها تخوفات حسابات طائفية أيضا على مكانتها وعلى وجودها بالبلد. ممكن برجع بقول لك ممكن انه كل واحد بيفكر من زاويه. انا عم بقول لك رايي الشخصي، انا منفتح على اي حوار ممكن يوصل الاساس انه نقدر نعمل نظام يمشي البلد. النظام الحالي تبعنا هو نظام توزيع حصص على كل الطوائف، وكل الطوائف بدها تحكم مع بعضها، وما بتصور انه في نظام بالعالم كل العالم تحكم مع بعضها بيقدر يمشي. وهذا اللي موصلنا الى انه البلد يكون معرقل بكل قراراته بالكهرباء وبالنفايات وبكل الامور الحياتيه اللي بتهم المواطن اللبناني، بالاضافه الى المشكله الاساسيه اللي هو مشكله سلاح حزب الله. دكتور خطار، هل الوضع الاقليمي والدولي يسمح بعقد سياسي جديد في لبنان؟ أعتقد أن اتفاق الطائف أتى بعد سلسلة من الحروب داخلية وخارجية وحروب الآخرين على أرض لبنان، ولم يستهلك هذا الاتفاق. الآن هذا الاتفاق أهميته خاصة بالنسبة للمسيحيين، لأن هذا البلد نحن الآن في الذكرى المئوية لتأسيسه، يعني أنشئ من أجل الجميع، ولكن يعني أنشئ بشكل أو بآخر ليطمئن المسيحيين. في حال العد ولنتكلم في الأشياء بصراحة، على اللوائح الانتخابية في الحد الأقصى يمكن ألا يصل المسيحيين إلى 30%. إذن الطائف حسنته، وهذا ما لم يفهمه حلفاء حزب الله من المسيحيين اليوم، أن من أكبر حسنات الطائف أنه أوقف العد وتكلم عن المناصفة. هل هذا يعني إبقاء المحاصصة؟ لا. هل هذا يعني إبقاء الفساد؟ لا. هل هذا يعني إبقاء المنظومة الحاكمة؟ لا. لكن في الطائف يمكن نعم أن نسد الثغرات. مثلا من الثغرات أن رئيس الجمهورية يقول أن ليس عنده موعد للاستشارات النيابية، يجب أن يكون مباشرة تجري الاستشارات النيابية، ليس التأليف قبل التكليف. من ناحية أخرى بالإمكان تطوير صيغة الطائفية إلى المواطنة من خلال مجلس الشيوخ أو من خلال إيجاد وسائل لهذا التطوير مع قانون زواج مدني اختياري. هناك إمكانيات للتطوير، ولكن عقد سياسي جديد يعني العد من جديد، يعني متالة بدل مناصفة، يعني نوع من انقلاب في الموازين. أذكر بأن كل التركيبات من التركيبة الدرزية المارونية إلى المارونية السنية إلى المارونية السنية الشيعية فشلت. إذا أردنا إنقاذ لبنان في المئوية الثانية، هناك برأيي من أهم الشروط، الشرط الأول المرور من الطائفية إلى المواطنة بشكل تدريجي ومدروس وواضح مع الزواج المدني الاختياري. الرقم 2 هو
لبنان لا شرق ولا غرب، لبنان دولة مساندة، لبنان بعيد عن لعبة المحاور الإقليمية. تبقيان معنا وأعود بهذه النقطة إضافة إلى غيرها إليكما بعد قليل. اختار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بدأ زيارته للبنان بزيارة لرمز وطني يلتقي على اسمه اللبنانيون ولا يتفرقون، تجسده فيروز. وقد أدرج قصر الإليزي اسم الفنانة اللبنانية في صدارة برنامج الرئيس الفرنسي خلال زيارته الثانية لبيروت خلال أقل من شهر، وهناك أخرى ثالثة في ديسمبر. وكتب ماكرون في برنامجه عبارة موعد على فنجان قهوة مع فيروز مساء الاثنين. وتربط فيروز بالدولة الفرنسية علاقات صداقة متينة توطدت في عام 75 عندما ظهرت للمرة الأولى على شاشة التلفزيون الفرنسية، والذي أذيعت عليه أغنية حبيتك بالصيف. ونعود إلى ضيفينا الكريمين أستاذ هادي حبيش، ونحن يعني على مشارف بداية الخريف رسميا، هل سيقول ماكرون للبنان حبيتك بالخريف أيضا، وسيقول السياسيون اللبنانيون لماكرون حبيتك بالخريف أيضا، سيفعلون ما يريد، سيتجهون إلى عقد سياسي جديد تحت الضغط، أو هناك ما يمكن أن يفرمل أو يعرقل كل ذلك؟ أول شيء إن شاء الله بحب لبنان بكل الفصول، وبتصور الرئيس ماكرون عبر عن عاطفة جياشة تجاه لبنان وهو مشكور، وإن شاء الله دائما يعني هذا اللي عم يعمله اليوم ماكرون نقدر نستفيد منه ليترجم لمصلحة اللبنانيين. وبتصور الرئيس ماكرون عبر عن هذا الموضوع بأكثر من مناسبة، هدفه آخر شيء لبنان، وهدفه هذا الشعب اللي دفع ثمن كل هذه الصراعات اللي مرق فيها البلد. مسألة الوصول مثل ما قلت لك، حكي ماكرون ببداية زيارته ويمكن رجع تراجع شوي بالفكرة بأول زيارة اجى فيها على لبنان عن العقد الجديد، بعدين رجع وضح انه لا مش هذا المقصود. على كل حال برجع بقول لك، نحن اخر شيء القرار بلبنان، ما في شك انه دائما نحن العقود اللي كانت تنعمل او التسويات الكبرى التي تنتج عنا دساتير كان دائما يكون في رعاية دولية لها، وشو المانع اذا يعني اذا الرعاية كانت اليوم فرنسية، فرنسا بتربطها علاقات تاريخية بلبنان، واذا هذه الرعاية بتكون مثل ما قلت لتطوير النظام للوصول الى حلول لكل ثغرات هذا النظام. أنا شخصيا برجع بروح بعيد لأكثر من هيك على الصعيد الشخصي، وبرجع بقول أنه أكيد أنا المبدأ اليوم صرنا عم نسمع حكي عن إلغاء كليا للطائفية السياسية، هيدي بدها نقاش عميق، لأنه ما بعرف إذا هذا القرار بيوصل إلى حل البلد أو بياخد البلد إلى مشكل أكبر. أنا مش شخصيا غير مقتنع بهذا الموضوع، أنا مع الحفاظ على المناصفة والذهاب إلى عقد جديد أو تطوير هذا النظام، سميه البدنة، ولكن الأساس أنه ما بقى يوصل اللبناني لولا مرة من المرات إلى أنه ما يكون عنده رئيس جمهورية من وراء النظام السياسي تبعه، ما يوصل لولا مرة أنه ما يكون عنده حكومة من وراء النظام السياسي تبعه، ما يوصل لولا مرة إلى إقفال مجلس نوابه من وراء النظام السياسي تبعه. تمام، بس بدك تشوف إذا زملائك بالبرلمان وبالحكومة بدهم يقبلوا بذلك. هذا يعني مش رأي شخصي فقط، في قوى سياسية لا تقبل بذلك. أنا على الأقل بعد 15 سنة نيابي، إذا بيسألوني الناس شو الحل بقول لهم بدون هول الحلين ما حدا يتأمل بالبلد، بدون ما نلاقي حل لسلاح حزب الله وبدون ما نلاقي حل للدستور اللبناني ما حدا يتأمل أنه بنقدر نحل شيء. بيجي اليوم الرئيس ماكرون بيألف حكومة، بيعمل إصلاحات اقتصادية، تمشي الأمور على شهر واثنين وثلاثة، بس يفل الرئيس ماكرون نرجع بنعلق على حكومة جديدة وعلى انتخاب رئيس جديد وعلى. مش المشكلة بالسياسيين، كل دول العالم بيختلفوا سياسيين مع بعضهم، بس ما في دولة بالعالم ممكن توصل من وراء النظام السياسي إلى عدم انتخاب رئيس. حكي الدكتور من شوي على ثغرات موجودة بمسألة الاستشارات النيابية، صحيح هذه ثغرة أنه والله الرئيس ما عنده مهلة، ولكن كمان في ثغرة بانتخاب رئيس جمهورية من خلال التلتين، إذا أكثر من التلت قاطعوا الجلسة ما بتنتخب رئيس، في ثغرة بتأليف الحكومة بدها توقيع اثنين، إذا واحد ما وقع أو إذا ما اتفقوا الاثنين ما بتتألف، ثغرات وثغرات وثغرات بالدستور هي
هي اللي أدت إلى تعطيل المؤسسات على فترة 15 سنة، وهون بقول لك هو السبب اللي وصل إلى الفساد الزايد، لأنه آخر شيء في مثل لبناني بيقول الرزق السايب بيعلم الناس على الحرام. لما بيكون في عندك بلد بدون مؤسسات، بدون حكومة، بدون رئيس، بدون مجلس نواب، بدون بدون بدون، بيزيد الفساد وبتزيد المخالفات القانونية وبيزيد الانهيار الاقتصادي. وصفنا بعد 15 سنة لوين وصلوا اللبنانيين من وراء كل هذه الأزمات اللي مرقوا فيها. واليوم الكلام غير الطبقة السياسية وتجي طبقة سياسية جديدة بنفس الشروط، أنا ببضي لك ورقة من هلأ، جيب طبقة سياسية جديدة 128 نائب و30 وزير و3 رؤساء بدهم يختلفوا على الرئيس، وبدهم يختلفوا على تشكيل حكومة، وبدهم يختلفوا على انتخابات، لأنه طبيعة الناس بكل دول العالم الخلاف هو شيء طبيعي بالسياسة. ولكن المش طبيعي أنه الخلاف يكون في عنده نظام، يكون في بلد في نظام إذا اختلفت الناس ما نقدر نعمل شيء. هذه الإشكالية اللي بدنا نعالجها قبل ما نعالج أنه نغير السياسيين. انتخابات بتجي بكرة، بنعمل انتخابات مبكرة وبنشوف بيجوا سياسيين جديد، ولكن بيرجعوا بيوصلوا لنفس النتيجة. دكتور خطر بدير، حتى لو لم يرقى ذلك إلى تسوية جديدة أو نظام جديد، تسوية على صعيد الدستوري، يعني هل تعتقد بأنه ماكرون لابد وأن يعني تؤتي جولاته ثمارا على الأقل في الشأن الاقتصادي، في موضوع العملة، في موضوع أموال الناس؟ ماكرون كان صريحا اليوم أنه لن يفرج عن أي مساعدة قبل البدء بإصلاحات، وهو لمح بوضوح ليس المهم تكليف شخص لرئاسة الحكومة، المهم إنهاء احتكار الوزارات، المهم تسليم الوزارات لأصحاب اختصاص، المهم إنهاء هذا الأسلوب في الهيمنة والتعطيل. هذا هو الامتحان الحقيقي الآن لهذه المنظومة السياسية. ماكرون كما قلت، بما أنه وضع سقف في النجاح الاقتصادي والإنمائي، ليس بالنسبة لسلاح حزب الله، هو يعتبر أن ذلك مرهون بلعبة إقليمية أكبر، هو يؤجل ذلك، هو يحاول أن يحتوي حزب الله بأسلوب آخر غير الأسلوب الأمريكي. هل ينجح أو لا ينجح هذا سنراه أمام أنا بتقديري إن الكل في لبنان، كل القوى السياسية في وضع صعب، ولكن حزب الله أيضا في وضع صعب. ربما شعر الآن أن ماكرون يقدم له نوعا من طوق النجاة، لذلك سيتعامل معه بأسلوب آخر، بيد أن مقاله الأستاذ هادي عن أن المسألة يمكن أن تدوم مدة مؤقتة ما دام ليس هناك من رؤية صحيحة. هذه علاجات مؤقتة وليست علاجات دائمة، يبقى العلاج الدائم بيد اللبنانيين أكيد. شكرا جزيلا لكما من باريس، دكتور خطار أبو دياب الأستاذ في العلاقات الدولية. شكرا أيضا للأستاذ هادي حبيش النائب اللبناني عن كتلة المستقبل، تحياتي إليكما، وبقونا معكم في بانوراما لنناقش بعد الفاصل الصراع في طرابلس بين رئيس الوزراء وزراء الوفاق ووزير داخليته. لمن حسمت النتائج؟ هل نحن في بدايته أم في نهايته؟ وهل لعبت أنقرة دورا فيه؟ أهلا بكم من جديد. الصراع الداخلي في حكومة الوفاق الليبية هل ينتهي بعودة الأمور إلى طبيعتها، أم تتفاقم الأزمة بين الطرفين؟ ولمن ستكون الغلبة، لرئيس الوزراء السراج أم لوزير داخليته بشاغة؟ وهل أنقرة دخلت لصالح طرف على حساب الآخر؟ هل نجح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تغيير المعادلة بين السراج وبشاغة وبين رئيس الوزراء ووزير الداخلية، لينزل بسقف الإجراءات ضده من إقالة بسبب تجاوزاته بحق المتظاهرين في طرابلس إلى مجرد تحقيق في مدة أقصاها 72 ساعة، إلى تأجيل التحقيق، تحقيق وضع عليه بشاغة نفسه شروطا لكي يقبل بإتمامه بعد عودته من إسطنبول، لينتهي الوضع إلى أنباء عن عودة وزير الداخلية لممارسة عمله بشكل اعتيادي رغم الاتهامات بتجاوزات ميليشياته بحق المتظاهرين السلميين. Yeah.
لدم الشهداء. أو النسا وكل اللي تكلمت عليه هو اللي قلت راح الشعب الليبي لابد أن تكون صلح برنامج. ينضم إلينا من بنغازي عبد الحفيظ غوقا السياسي الليبي ونائب رئيس المجلس الانتقالي سابقا، أهلا بكم معنا. من طرابلس معنا الباحث السياسي سنوسي إسماعيل، أهلا بك معنا أستاذ سنوسي في بانوراما. كذلك أبدأ مع الأستاذ عبد الحفيظ غوقا، وإلى أي مدى تعتقد أن الأمور ذاهبة إلى المزيد من الحلحلة، أولا على صعيد حكومة الوفاق ومن ثم على صعيد الحوار المقبل في جنيف؟ مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا فيك. مساء الخير لضيفك الكريم والمشاهدين الكرام. لا اعتقد ان يعني الامور يعني ستتجه الى التهدئه والى الحل في اعقاب تاجيل يعني التحقيق مع وزير الداخليه الذي دعا له رئيس المجلس الرئاسي، فاعتقد ان الامور تتجه نحو التهدئه والحل للمشكله، وان سيحتفظ السيد باشاغا بمنصبه وزيرا للداخليه. وأعتقد أن هذه المسألة يعني وهذه أول احتجاجات وأول حراك مدني حقيقي تشهده العاصمة طرابلس، أظهر إلى حد كبير يعني افتقاد حكومة الوفاق أو المجلس الرئاسي والوزراء المفوضين إلى التناغم وإلى التوافق في الكثير من الملفات، ليس فقط هذه الأزمة التي شهدتها العاصمة. وبالتالي يعني الأمر يدعو جديا يعني إلى إيجاد يعني صيغة للتوافق تختلف عن هذه الصيغة الحالية. يعني هي علاج مؤقت، كان علاجا مؤقتا من قبل أنقرة باعتقادك، أو ما هي العوامل التي أدت إلى هذا التوافق؟ ستتصاعد وتيرة الاحتجاجات ضد هذا العجز الواضح والفاضح لحكومة الوفاق والتي تحت. أستاذ عبد الحفيظ تسمعني؟ أستاذ عبد الحفيظ الصوت ضعيف، تسمعني الآن؟ نرجو إصلاح الخلل، سأعود إليك بعد قليل. أستاذ السنوسي إسماعيل، يعني البعض يقول أن تدخل أنقرة هو الذي حلحل الموضوع ولو مؤقتا، ما رأيكم؟ تحية لك طيبة ولضيفك الكريم ولكل المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا فيك. طبعا هو لا نستطيع بكل تأكيد أن نغفل التأثير الدولي، سواء كان أيضا لا تنسى أن هناك تصريح أمريكي قوي جدا حقيقة في رأيي بأنه ذكر الأسماء، ذكر اسم السراج وذكر اسم باشاغا بالاسم، وبأن الولايات المتحدة تتعاون مع كليهما من أجل يعني تحقيق الاستقرار في ليبيا والمصالح المشتركة بين الولايات المتحدة وليبيا. هذه طبعا في رأيي أقوى يعني رسالة دولية، ولكن طبعا نعلم بأن الوضع هو أساسا لم يكن منذ البداية أن يكون هناك حسب ما يشاع في الإعلام مخطط انقلابي مثلا لبشاغة على السراج، وليس هناك أيضا نية ولا رغبة لدى السراج في أن يبعد بشاغة بعد كل يعني ما قدمه في وزارة الداخلية، وهذا شيء ملموس حقيقة. وإن كان الخلاف بينهما طبعا على ملفين مهمين جدا، مهم الملف الأول وهو ملف الفساد، والذي يرى السراج بأنه يجب أن يكون من تخصص الأجهزة اللي هي الرقابية واللي موجودة طبعا ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة وهيئة مكافحة الفساد، ويرى السيد باشاغا بأن الأمر لم يعد يحتمل ويجب أن يبدأ فورا في مكافحة الفساد والتحقيق مع المشتبه فيهم كما أعلن ذلك قبل المظاهرات الشعبية التي حصلت. بعد أن جاءت المظاهرات طبعا هي حصل هناك ارتباك واضح طبعا في حكومة الوفاق، وسبب أزمة داخلية بين الرئيس سراج وبين وزير الداخلية، باعتبار أن الأمر منذ البداية كان واضح لدى وزارة الداخلية بأنها يعني تحاول أن
تتعامل مع هذه المظاهرات باعتبارها أنها مطالب شعبية وباعتبار أن هذه المظاهرات هي حق دستوري للناس لكي يعبروا عن أرائهم، وباعتبار أيضا أن وزارة الداخلية من مهمتها أن توفر الحماية. هذا كله أعلنه السراج في بيانات، هذه البيانات طبعا عندما ظهرت يعني ممكن وصلت إلى الرئاسي رسالة يعني لنقل أنها ممكن فيها نوع من الارتباك، هذه الرسالة أو التشويش على أن ممكن أن يكون هناك سياسة لوزارة الداخلية بمعزل عن الرئاسي. فحاول الرئاسي من هنا بقيادة السراج طبعا أن يثبت أنه هو رئيس الحكومة، وبالتالي وفي نفس الوقت لا يريد أن يبعد البشاغة طبعا، يعني هذا أمر مستبعد حقيقة، استبعاد بشاغة من حكومة الوفاق، يعني خاصة أنه ما فينا نقول أنه كان يريد أن يستبعد يعني إزاحة أو إقالته لولا الضغط الدولي الذي تحدثت عنه. يعني كان في قرار واضح في البداية بسبب تجاوزات بحق المتظاهرين، ثم تحول الموضوع إلى مجرد تحقيق، ثم تأجل التحقيق، ثم وضع شروطا سيد بشاغة على التحقيق. إذن نحن نتحدث عن توازنات قوى، لم يستطع السراج أن يفعل ما يريد ولا السيد بشاغة استطاع أن يفعل ما يريد، حاولت الأطراف المعنية التوفيق بين الرجلين. إذن نحن نتحدث عن ليس فقط عن ضغط، إنما عن إدارة ربما إقليمية ودولية لملف حكومة الوفاق. ما رأيك؟ هو طبعا كلامك هذا بكل تأكيد نقول أنه هو يعني إلى حد كبير صحيح، يعني من حيث يعني أن لا أحد يريد من المجتمع الدولي بعد كل هذه الترتيبات التي حصلت بعد يعني محاولة وقف إطلاق النار، وكذلك محاولات التعاون مع ليبيا في الملفات المعروفة يعني التي تهم المجتمع الدولي، خاصة في ظل تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتهديدات الإرهاب، وكذلك يعني موضوع سرة الجفرة ووجود شركة الفاغنر إلى آخره. هذه كلها ملفات مهمة جدا، وحصل نوع من التعاون بين بعض الدول وفي مقدمتها طبعا أمريكا وكذلك الدول الأوروبية وكذلك تركيا وروسيا ومصر والسعودية والإمارات، كلها دخلت في إطار محاورات من أجل وقف إطلاق النار وتثبيت هذا الوقف، وبعد ذلك التفكير في كيفية إخراج الأجانب وكل القوات من ليبيا الأجنبية. هذا الأمر طبعا اللي ماشي فيه المجتمع الدولي بكل تأكيد لا ينقصه أن يكون هناك انشقاق في حكومة الوفاق، أو لنقل لذلك عمل على تهدئة الوضع، بس كيف سيتبلور يعني شاهدنا هذا الحوار اللي عم تحكي عنه على صعيد أشمل، قد تتطور إلى حروب، كيف سيتبلور ذلك على صعيد أشمل في جنيف؟ هل الأمور باتت جاهزة الآن؟ أنا في اعتقادي بأن في جنيف يختلف الوضع، من حيث أن الحديث هناك سيدور حول أمور أخرى يعني متقدمة على هذا، على ما يحصل الآن، مجرد الآن تعامل مع رأي عام غاضب ومجرد خلافات داخلية داخل حكومة الوفاق. الأطراف اللي مدعوة لجنيف هي أطراف سياسية يعني أشمل وأكبر من موضوع أطراف داخل حكومة الوفاق، صحيح، إنما هي أطراف موجودة ليبية. لا نحن عارفين، كرمال هيك سألتك بشكل دقيق على الصعيد الأشمل كيف يمكن أن يتحول ذلك إلى حوار على الصعيد الليبي الليبي؟ هو هذا هو الحوار، يعني الحفاظ على وقف إطلاق النار يتطلب الحفاظ على الانسجام داخل حكومة الوفاق، لأن زي ما قلت لك بأن الانشقاق ربما يتسبب في أزمة لا نعرف يعني كيف شكلها سيكون. طيب بس الحوار من أين سينطلق؟ ليبيا للأسف بعدنا فقدين الاتصال مع الأستاذ عبد الحفيظ حتى داخل العاصمة. من أين سينطلق الحوار؟ على خلفية الخلافات السياسية. في اعتقادي أن ما تسرب يوم تسعة تقريبا سينطلق الحوار في جنيف بين الأطراف السياسية الليبية، وبرعاية طبعا برعاية البعثة الأممية. نعلم بأن البعثة لها تحركات ولها اتصالات، خاصة بأن السيدة ستيفاني كانت في مصر، ونعلم طبعا يعني بأن مصر يعني لنقل أنها اتجهت إلى موضوع الحفاظ على وقف إطلاق النار وإلى آخره. فهذا الأمر كله سيكون يعني في متناول الأطراف السياسية الليبية أن تقوم بإحداث خطوات ستغير الخريطة السياسية في ليبيا. يعني هناك مثلا حديث عن إما انتخابات أو انتقال إلى
تغيير المرحلة مؤقتة أخرى يعني لمدة سنة، حديث حول تقليص المجلس الرئاسي أو تغيير المجلس الرئاسي إلى آخره. كذلك هناك حديث عن حسم لموضوع مشروع الدستور، هل سيذهب إلى استفتاء أم هناك رأي آخر؟ يعني هذا كله حسس هيك إجاباتك صايرة شوي يعني متوازنة أكثر. هذا استباقا للحوار، يعني استباقا لأي حل ممكن أن تكون ليبيا مقبلة عليه. لا أنا لا أستبق شيء، هو أنا أتوقع في نهاية المطاف، يعني ليس حديثي من باب أنني طرف في هذا الموضوع، إنما أنا فقط أتابع وأحاول أن أشرح لكم الصورة في ليبيا. تمام. التي يعني تمام. لا يستطيع أحد أساسا أن يظهر لك صورة وردية في ليبيا. للأسف في ليبيا للأسف. فيها نسبة كبيرة من أستاذ عبد الحفيظ للأسف يعني طبعا أستاذ عبد الحفيظ رجعت يعني لنا تسمعنا؟ نعم تمام ايوه مستمع. تمام للاسف انه فقدنا الاتصال فيك كل هذه الفتره، نحاول ان نعوض عليك ذلك الان. نحن كنا نحاول ان نعرف من الاستاذ السنوسي، ويا ريت حضرتك تفيدنا، من اين يجب، ان لم نكن نعلم حتى الان، من اين يجب ان تنطلق حوارات ليبيا الجديده في جنيف؟ أخي الكريم للأسف أنا يعني ما استمعش لجزء من الحوار، ولكن أنا أعتقد أن مشكلة ليبيا ما قال شيء دوت كون ليس التوفيق ما بين السراج وما بين وزير داخليته المفوض، هذا يعني ليس هذا هو المشكل في ليبيا. ليبيا يعني المشكل أعمق من ذلك بكثير. يعني على البعثة الأممية أن تنهي هذه المهزلة اللي اسمها المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق، يجب أن تنتهي لصالح حكومة وطنية توحد البلد وتهتم بمعيشة المواطنين ولديها أولويات أمنية ولديها أولويات اقتصادية وأولويات اجتماعية ومسائل متعلقة بالمصالحة الوطنية، هذه هي التي تحتاجها ليبيا. للأسف التحرك البعثة الأممية بطيء، يعني هذه الأحداث أوضحت بشكل واضح وجلي المأزق الذي تعانيه هذه الحكومة التي فرضها المجتمع الدولي، والتي عنوانها الظاهر هو العجز الكامل والفشل في إدارة أي ملف من ملفات الأزمة الليبية. إذن التحرك البطيء هذا يجب أن ينتهي. يعني بالأمس يعني يتحدث عن برلين والعودة إلى مسار برلين والتوافق السياسي، تحرك قليلا الملف الأهم والمسار الأهم وهو المسار الأمني، ولكن المسار السياسي ظل بعيدا عن اهتمام البعثة الأممية التي تتحرك باستحياء. يعني منذ غادر الدكتور غسان سلامة لم نعد نشهد الدور للبعثة الأممية للأسف الشديد، سوى بعض اللقاءات التي الغير مؤثرة في المشهد السياسي الليبي والتي لا تتحرك على أطراف الأزمة الحقيقية والداعمين الدوليين والإقليميين لهذه الأزمة. هذا ما تحتاجه ليبيا الآن. يعني الآن لدينا يعني الطرفين الرئاسي ومجلس النواب دعايا إلى وقف إطلاق النار وإلى استئناف العملية السياسية. ماذا حدث منذ صدور هذا البيان حتى يوم هذا؟ لا شيء على الإطلاق، لا أحد يتحرك. الآن بتنا نتحدث عن رأب الصدع ما بين الوزير في حكومة الوفاق وما بين رئيس حكومة الوفاق. صحيح. وتركيا تلعب هذا الدور، هي تحاول يعني باعتبار أن رجلها هو رئيس المجلس الرئاسي السيد فايز السراج، بينما السيد فتحي باش آغا يتصرف بمعزل إلى حد كبير عن إرادة الأتراك، وهو وأنا أرى أنه يعني يتحرك بشكل جيد في العديد من الملفات التي تعني وزارته والتي كبلت بقرارات صادرة عن المجلس الرئاسي لصالح الجماعات المسلحة، لصالح قوة الردع، ولصالح المجلس الحرس الرئاسي الذي أخذ الكثير من اختصاصات الوزارة التي يقودها باش آغا. هذه هي الإشكالية التي يجب أن تنتهي. تنتهي كيف؟ لن تنتهي بتوفيق بين الرجلين، وإنما تنتهي بإيجاد صيغة أخرى أصبحت وجوبية، وهي صيغة حكومة وحدة وطنية حقيقية تنقذ البلد، وننتهي من هذه. بصراحة أصبحنا في مهزلة يعني حقيقية. هذا أستاذ سنوسي شو رأيك بهالكلام؟ يتحدث الأستاذ عبد الحفيظ غوقة عن ما يسميها مهزلة المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق. هو طبعا بكل تأكيد يعني من حيث الحديث عن ضرورة تشكيل حكومة موحدة لليبيا وتكون في رأيي حكومة موسعة بمجلس رئاسي مقلص والحكومة تكون مفصولة عن الرئاسي، هذه أفكار طبعا طرحت منذ فترة في موضوع التعديلات وكذا.
هي فقط العملية أنك أنت تنطلق من الموجود، يعني لا يمكن حقيقة أن نهدم ما هو موجود ثم ننطلق إلى فراغ يعني لا نعرف إلى أين يوصلنا بالتحديد. فهنا نتحدث عن الاتفاق السياسي سابقا، هذا يعدل تجتمع الأطراف السياسية تنشئ اتفاق آخر، يعني هذه أمور يمكن أن يحسمها الليبيون. هذه يعني بكل أسف نقول يعني بأن بالإمكان أن يحسم الأطراف السياسية الليبية أن تحسم هذه المواضيع، ولكن بصراحة الإرادة غير متوفر يعني لدى ربما حتى نقول لك لدى الطرف اللي يقود عقيلة صالح، يعني على الأقل نقول الآن أصبح شيئا فشيئا يتقدم نحو اتجاه الى حل سياسي. نحن الان في 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 جهه في طرابلس الان لدينا هذه الاشكاليه، وهي اشكاليه ليست سهله بكل تاكيد، هذه الخلافات او الازمه الداخليه داخل حكومه الوفاق. انا نقول لك سيد عبد الحفيظ او لكل المشاهدين بانها ليست مساله سهله يمكن يعني ان نتجاوزها ونأوه. لا، يجب ان تكون هناك حكومه منسجمه لكي تستطيع ان تنجز وقف اطلاق النار وتتقدم الى المراحل السياسيه اللي بعدها. بس خلينا نشوف كيف رد الأستاذ عبد الحفيظ قبل نهاية الوقت على ما قلته حضرتك قبل قليل عن أنه الطرف الآخر هو الذي قد لا يكون لديه الإرادة الكافية لإنجاز حل، وهو الطرف المتمثل بالشرق الليبي. أستاذ عبد الحفيظ. لا 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 أعتقد هكذا. عارف أخي الكريم، كل الإشكالية الآن هي في هذه يعني الذي عرقل الحل هي وضع الجماعات المسلحة، وما فيش إرادة لحل هذه الجماعات المسلحة. هذا هو الواقع الأمر، وهذه لب الأزمة. الآن ما يحدث في طرابلس هو يعني صراع بين أجنحة مسلحة في واقع الأمر، وأنا أتمنى ألا ينفجر هذا الصراع في شكل مواجهات مباشرة في العاصمة. لا أحد يتمنى ذلك على الإطلاق. كيف نزع فتيل ذلك؟ يجب أن يكون هناك حراك على المسار الأمني، مسار توحيد المؤسسة العسكرية، مسار حل الجماعات المسلحة. لا لا أعتقد، لا هنا يعني توجد إرادة للأطراف. إرادة، أنا أقول أن الأطراف المحلية ليس لهم إرادة، الكل يود أن يستمر في مكانه، ولكن هناك بعثة أممية هي التي أوجدت هذا الاتفاق السياسي، وهي التي جمعت أطراف في الأزمة. عليها أن تعمل من أجل جمع أطراف لنا رغما عن إرادتهم. يجب أن ينصاعوا لإرادة الليبيين، وإلا سيخرجوا بالملايين في كل المدن الليبية وتحدث ثورة جديدة وندخل في دوامة عنف جديدة. هذا لا أحد يتمناه، ولا أحد يتحرك من أجل حل المواضيع على الأقل المعيشية التي يعاني منها المواطن. يعني البلد، يعني بلد النفط وبلد غاز تغرق في الظلام، في فشل وعجز عن مواجهة الأسباب الأزمة. نتمنى أن ينعكس ذلك إيجابا في حوارات جنيف المقبلة. شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الحفيظ. 17-18 أربع سنوات والأزمات الخانقة، إلى أن وصلنا إلى تفاقمت الأزمة بشكل. أستاذ عبد الحفيظ بقاء، أنا مضطر لإنهاء معك. السياسي الليبي ونائب رئيس المجلس الانتقالي سابقا من بنغازي، شكرا جزيلا لك. من طرابلس الباحث السياسي سنوسي إسماعيل، شكرا جزيلا لك كذلك. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، وزميلات وزملاء يتابعون معكم بعد قليل. إلى اللقاء.